رئيس السيسي يتفقد مشروع مدينة جبل الجلالة في البحر الأحمر. قمة التعاون الإسلامي في تركيا تندد بتدخلات إيران في المنطقة وتتهمها بدعم الإرهاب. الجعفري يقول إنه سلم ديمسورة تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في سوريا. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. ومن عناوين الأنباء إلى التفاصيل، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مدينة جبل الجلالة بالبحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة. وتضم المدينة التي تقام على هضبة الجلالة العديد من المشروعات السياحية والفنادق البحرية والجبلية ومشروعات خدمية وطبية، فضلا عن إقامة جامعة الملك عبد الله، بالإضافة إلى طريق العين السخنة الزعفرانة وتلفريك يربط بين ساحل البحر الأحمر والمنطقة الجبلية. وتضم المنطقة عددا من المدن السكنية تتلائم مع جميع المستويات الاجتماعية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة. دكتور سامي، الأهمية السياحية لهذا المشروع مدينة الجلالة بالبحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة من وجهة نظرك؟ بالتأكيد هذا المشروع يعتبر مشروع رائد وعملاق، بيقام على حوالي 19,000 فدان. أعتقد بعد اكتمال هذا المشروع هينقل مصر نقلة سياحية كبيرة جدا، نظرا لقربه من منطقة العين السخنة وكذلك من القاهرة. أعتقد أنه هو هيستجلب العديد من السائحين العرب والأجانب، وخصوصا أن مشروع متكامل في مناطق خدمات، في جامعة الملك عبد الله، في مراكز طبية، فممكن ينهض به السياحة العلاجية، السياحة الترفيهية، علاوة على السياحة اللي احنا بنعتبرها سياحة برضه دلوقتي، سياحة تعليمية، لأن في جامعة رائدة هتبقى على أرقى مستوى، هتجذب الطلبة العرب من مختلف الدول العربية. أعتقد أن هذا المشروع يعني في حالة اكتماله إن شاء الله هيعتبر نقلة وطفرة كبيرة جدا لمصر في مجال السياحة والترفيه. نعم، إذن وهذه المنطقة لديها كل المقومات لاستقبال يعني هذا الكامل هائل من المشروعات، ليس سياحية فقط، لكن تحدثت أيضا عن المشروعات التعليمية وغيرها. بالتأكيد، لأن احنا كنا بنفتقد في مصر الإخوة الطلبة العرب، كانوا بيذهبوا إلى الولايات المتحدة وإلى المملكة المتحدة وإلى عدد من الدول لتلقي التعليم، فأصبح هيبقى عندنا جامعة رائدة، جامعة مكتملة في منطقة تعتبر منطقة من أروع المناطق في مصر، فبالتالي هتجذب العديد من الطلبة العرب، وبالتالي أسر هؤلاء الطلبة وأصدقائهم، فهيبقى يعني زخم كبير جدا على هذه المنطقة إن شاء الله. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة. كما ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام، إذا كان لديك فكرة عن هذا المشروع، من تعتقد أن يكون أبرز الممولين له؟ مساء الخير، في البداية تحية الحلقة والسادة المشاهدين. بالتأكيد الموازنة العامة للدولة بوضعها ومشاكلها لا تحتمل مزيد من الاستثمارات الحكومية، وبالتالي من المنطقي والطبيعي انه هيكون الجزء طبعا من تكلفه هذا المشروع معتمد بشكل اساسي على رجال الاعمال المصريين او العرب. لكن الحقيقه كان مهم جدا انه على مستوى الدوله تعطي الاهتمام الكافي علشان يكون في قدر من التشجيع لرجال الاعمال. الحقيقه رجال الاعمال ما بتتحركش الا لما يظهر من جانب الحكومه جديه، مش بس مجرد اشارات، لكن كمان يكون في عمل على ارض الواقع. خلينا نوضح انه التنميه السياحيه على ساحل البحر الاحمر هي ممتده على مدار سنوات طويله، لكن بالتاكيد محتاجه في الوقت الحالي دفعه جديده. الحقيقه هذه المنطقه مش بس بتخدم السياحه العربيه والاجنبيه، لكن ايضا بتخدم
السياحة المصرية. والحقيقة عدد كبير من الاستثمارات اللي تم تخاها في هذه المناطق على مدار السنوات الماضية على الرغم من الظروف السياحية والهزات اللي حدثت قطاع السياحة خلال العقدين الماضيين، إلا أنه هذه الاستثمارات آتت بعوائد مجزية للغاية لمعظم المستثمرين. وبالتالي دكتور هشام، يعني هل تعتقد أن هذا المشروع في ظل الأوضاع الحالية كما ذكرت الأزمة الاقتصادية، هل تعتقد أن هناك دراسة جدوى لهذا المشروع ستكون على المدى الطويل ليس على المستوى القصير أو المتوسط على الأقل؟ ليس فقط بالنسبة للمشاكل الاقتصادية لكن هذا بالنسبة للمشاكل السياحية. خلينا نوضح إنه لأن هناك بالطبع هناك مشاكل في 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 القطاع السياحي خاصة السياحة القادمة. لدينا عمرين، لدينا مشاكل اقتصادية على مستوى المؤسسة العامة ولدينا مشاكل مرتبطة بقطاع السياحة. فهو السؤال، هل قطاع السياحة في الوقت الحالي جاذب بالشكل اللي ضخوا فيه استثمارات جديدة؟ هو ده التوقيت الأفضل لضخ استثمار، لأنه عادة الاستثمارات في قطاع السياحة حينما بتأتي في فترات بيكون قطاع السياحة فيها غير نشط بيكون التكلفة في الغالب أفضل، ودي مسألة اقتصادية معروفة. فالحقيقة حينما تستقر أوضاع السياحة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية لما يكون في شوط مهم قطع في هذه الاستثمارات أتصور أنه المشروع يمكن أن يجني ثماره في فترة زمنية أسرع. نعم، دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث مشروع زراعي تجريبي لاستخدام أفضل السبل في زراعة الغابات وإعادة تدوير المياه. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية هذا المشروع في زيادة رقعة زراعة الغابات وإعادة تدوير المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. وجه بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع والبدء في تطبيق هذا النموذج التجريبي في مزرعة نموذجية قبل التوسع في مناطق أخرى، وأشار إلى إمكانية الاستفادة من هذا المشروع بما يشمله من تكنولوجيا وأساليب حديثة ضمن مشروع زراعة استصلاح مساحة 1.5 مليون فدان. في غضون ذلك التقى رئيس مجلس الوزراء بمسؤول إحدى الشركات العالمية التي تعمل في مجال تقديم الأنظمة والخدمات الهندسية والتكنولوجية في قطاعات البترول والغاز والطيران والاتصالات والصناعة والتجارة والخدمة الطبية وغيرها. وصرح السفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه مسؤولي الشركة إلى التواصل مع وزارة الإسكان لدراسة سبل مشاركتهم في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار القاويش إلى العديد من الفرص الواعدة في إقامة المدن التكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك في مجال استكشافات الغاز وتحديث النظم المستخدمة في قطاع البترول والغاز والمشروعات الكبرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قامت قوة الأمن بتفريق مسيرة محدودة تضم عددا من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بعد خروجها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه منطقة وسط القاهرة تكثيفا للإجراءات الأمنية حيث تمركزت مدرعات للشرطة بمحيط ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب للتصدي لأي محاولات للإضرار بالصالح العام. أعلنت القوات المسلحة استمرار فعاليات التدريب الجوي المشترك اليرموك 2 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية الذي ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وذكرت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن المراحل الأولى من التدريب تضمنت تنفيذ العديد من طلعات التعارف والاستطلاع لمختلف الطائرات من المقاتلات المشاركة وعقد مجموعة من المحاضرات ومؤتمرات التلقين لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية. وأشارت إلى أن التدريب الجوي اليرموك 2 يعتبر أحد أهم وأكبر
المناورات الجوية في المنطقة، ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات الجوية لكلا البلدين. أكد البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي بمدينة اسطنبول التركية على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. كما أدان البيان الختامي إيران اليوم متهما إياها باستمرار دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبينها سوريا واليمن والصومال. كذلك أدان البيان ممارسات حزب الله اللبناني في المنطقة. كان وزير الخارجية سامح شكري أكد في الجلسة الافتتاحية للقمة على أن مواجهة ظاهرة الإرهاب لا تعتمد فقط على الحلول الأمنية. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من الرياضة دكتور محمد عبد الله الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق. دكتور، كيف ترى البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي الذي أدان ممارسات إيران وحزب الله في المنطقة؟ أعتقد هذا أهم في البيان الذي نصت أو ركزت القمة على محاربة الإرهاب ومحاربة كل من يعمل على تشجيع الإرهاب في أي مكان. وبكل أسف أن أمة العربية أخذت نصيبها الأكبر من الإرهاب ومن تدخلات دول وخاصة إيران في شؤون الكثير من الدول العربية، سواء في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في أكثر من موقع في الخليج. ولذا أعتقد أن هذه القمة خرجت بهذه النتيجة الجميلة التي تنص على محاربة الإرهاب من أي مكان كان وبدعم من أي دولة كانت، وخاصة إيران هي المتهم الأول بتأجيج الفتن الطائفية وتأجيج مشاعر البغضاء والكراهية بين المسلمين السنة والشيعة وإثارة الفوضى والاضطراب في البلدان التي كانت يوما آمنة ومستقرة وتريد أن تنشر المزيد من الفوضى في بلدان عرفت باستقرارها. نعم، لكن آلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع دكتور محمد، خاصة أن ما يصدر عن القمم في الغالب يظل في نطاق البيانات والقرارات التي لا تفعل بشكل كبير على أرض الواقع. أعتقد أن التفعيل من خلال التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب 39 دولة من الدول الإسلامية التي اجتمعت في اسطنبول شركاء في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وأيضا هناك العديد من الدول التي ستنضم إلى التحالف، وهذا يدل على أنه هذا التحالف سيكون للإرهاب ولمصادر الإرهاب بالمرصاد أينما كان وتدخل في مكان يعيش فيه الإرهاب أو دول تريد لهذه الدول أن تعيش في هذه الحالة. نعم، أشكرك دكتور محمد عبد الله الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق، كنت معنا عبر الهاتف. أعلن رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إلى مفاوضات جنيف انعقاد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة يوم الاثنين المقبل. وأشار الجعفري إلى أنه سلم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اليوم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة التي صدرت خلال الجولة السابقة من المحادثات. سيستفيد السيد المبعوث الخاص هو وفريقه من عطلة نهاية الأسبوع كي ينكب على دراسة ورقتنا بعمق